ولذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا حديث صحيح: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، متى لم تؤدي حق زوجها فإنها لم تؤدي حق ربها على وجه الكمال الذي يرضيه، فهي متعرضة للإثم والوعيد. ولهذا الحديث الذي سمعتم إن الرجل إذا دعا امرأته لفراشه لحاجته فلم تجبه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، ومن أمست مهاجرة لفراش زوجها فإن الذي في السماء هو الله، كقول تعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا بس تعلمون كيف نذير حجارة من السماء. ومعنى في السماء على السماء، الله تعالى على السماء، لأن العرش هو أعلى السماوات فوق السماء السابعة بحر الماء، بحر عظيم ما بين أدناه وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق العرش هذا فوق الماء بحر الماء العرش أو الكرسي، الكرسي وبينه وبين العرش مسافة كذا وكذا، وما الكرسي؟ كرسي الله جل وعلا موضع القدمين، يعني ما هو الكرسي اللي تعرفون يجلس عليه، الكرسي موضع القدمين، مخلوق عظيم بين يدي العرش أسفل من العرش تحت العرش وأسفل منه وأمامه، هذا هو الكرسي الذي قال الله تعالى عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالسماوات على عظم خلقها مكورة، أعلاها السماء السابعة وهي غلافها الخارجي، ودونها السادسة، ودونها الخامسة، ودونها الرابعة، ودونها الثالثة، ودونها الثانية، ودونها الأولى. الأرض مكورة في جوف السماء الدنيا، السماء الدنيا تحيط بالأرض من جميع جهاتها، وبين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام. ولهذا تعد الآن في تقدير علماء الفلك والجيولوجيا وغيره إنها بمليارات الملايين من المسافة، بل ما بين الكواكب يبلغ مثل هذا. فالكواكب اللي بيننا وبين السماء على عظم خلقها كل في فلك يسمع، كل فلك القمر الشمس النجوم المشتري عطارد زحل ما سمي وما لم يسمى كل في فلك يسمحون بين السماء والأرض، ما في شيء فوق السماء. والأرض من جملة هذه الأفلاك وهي مكورة أرض بجوف أرض. فالسماوات السبع كل سماء محيطة بما تحتها، وكل سماء دنيا محاطة بما فوقها، والأرض وغلافها الذي بينها وبين السماء بما فيه من المخلوقات التي لا يعلمها ولا يعلم ضخامتها ولا عظم خلقها إلا الله جل وعلا، في جوف السماء الدنيا فقط. والأرض نفسها مجوفة سبعة أغلفة، سبع أراضي. ولهذا من اقتطع عقيدة شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، طول عنقه يجعل طوق في عنقه يعذب به يوم القيامة، أو يؤمر بحمله وليس بحامله. فهذا هو الأمر، أمر الخلق عظيم. فبحر الماء محيط بالسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما فيهما، والكرسي وسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، الكرسي فوق البحر بحر الماء، وبحر والعرش فوق الكرسي،
والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت بين ظهري فلات، أوسع ما تعرفون من صحارى الأرض الآن لو ألقيت فيها 7 دراهم فضة كم تأخذ مسافة الصحراء؟ ما تأخذ شيء. هذا يدل على أن الخلق كلما ارتفع عظم واتسع. السماوات 7 من نفس الكرسي ك7 دراهم ألقيت في طشت في صحن كبير. والأراضين 7 ليست شيء بالنسبة له، هذا ما تسوي شيء، لأن الخلق كلما ارتفع اتسع وكلما نزل ضاق، كلما ارتفع عظم واتسع وكلما نزل صغر وضاق.